ايش ارسم على طاقية التخرج؟ كنت جالسة افكر ايش ارسم. فجأة وصلتني رسالة من شخص طلب مني ارسم على طاقية التخرج، وقلت لها تم، انا مريم ميزان، اشتركوا بالقناة وانضموا الى جيش الرسامين ويلا نرسم. 23 مهما تكوني بنزرع ايام جمل ونحصد سنين، بنرسم البسمة وطن كل وقت وكل حين، خريجنا اكبر مثل خطط وحاول وصل، وبكل فخر بينذكر 23 23. مهما تكونين تدا، وهذه هي النتيجة النهائية. ايش رايكم، حلوة؟ والحين نجهز الطلبية ونقول مع السلامة. الحين عرفتوا